السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم راح افتح باكج الايكون باذن الله، واذا في باكجات ثانيه راح افتحها. بدايه هالمقطع راح يكون باكج الايكون. اوكي، اللي يسال كيف سويت تحدي الايكون، جدا صعب جدا صعب للناس اللي ما يشحنون زيي. انا ما شحنت في بدايه اللعبه، الحمد لله سويت التحدي الحمد لله، اللي هو لاعب ايقونه اساسيه ليس للمقايضه. خلص تشكيله بتقييم 86، تشكيله بتقييم 85، وتشكيله ثانيه بتقييم 85، تشكيله بتقييم 84. فتضطر انك تشتري لعيبه مره غاليين، مره 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 غاليين. انا استخدمت ديونغ، استخدمت لوريس، استخدمت لاكازيت، استخدمت امبولي، استخدمت ناس كثيرين، واضطريت اني اشري، واضطريت اني ابيع اللعيبه من نادي. يعني لاكازيت استخدمته في التحدي عشان خلصت التحدي وافتك منه، وعندي سانشيز مره رخيص يعتبر، فعادي. المهاجم هذا مبدله بدل لاكازيت حاليا، وراح اجيب اسوي تحدي باذن الله قريب للاعب اسطوري باذن الله، راح تشوفون عندنا مقطع باذن الله اللاعب الجريتش. اوكي، وهنا سانشيز بس ما بدلت للحين، وهنا اللعيبه اللي ما ينبحون اغلبهم. ف بسم الله خلونا نفتح الباكج حق الايكون نشوف مين. لاعب ايقونه اساسيه، دار ايقونه باقل تقييم اجمالي، يعني بيبي ايكون. فبسم الله، انا وش ابغى؟ ابغى فرنسي او برتغالي. برتغالي زيبيو، فرنسي عنده زيدان، عندنا بيتيت، عندنا اي لاعب. بسم الله على بركه الله. ارجنتيني سي ام بيرو. حلو 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 يا عيال، ما قد شفت واحد طالع له فيرون، والله العظيم على كثر ما شفت باكجات ما شفت فيرون. انا حفظته بالغلط ولا والله قمطت يا عيال. اصبروا، ايش سويت انا؟ جبنا فيرون، الحين حاليا عندنا اثنين وسط كلهم ليجند. اوكي، عندنا فيرون، عندنا جوارديولا، الحمد لله يا رب الحمد لله. طبعا حاليا وش بسوي؟ بضيف فيرون في التشكيله، بتصير تشكيله خرافيه مره. اللي بسويه بخلي جريزمان هنا، وهذا راح يطلع وراح يطب هنا فيرون. يوه الحمد لله يا رب الحمد لله. انا تمنيت انه ما يطلع لي حارس، لاني ما ابغى حارس، ودفاع لاني ما ابغى دفاع. اوكي، يعني بيضبط الدفاع الثاني، بس فيرون والله شيء رهيب. يلا امسك فاير معك. هلا بي هلا بي، بسم الله الرحمن الرحيم. لا بركة الله. ها شوف، اصبر يمدينا نشوف ذولي. اصبر خلينا نسوي اكزيت نشوف تشكيلة الاسبوع. اوكي مبابي ستي، حلو. انا باثنين، يا فان دايك يا مبابي او هولندا. يا ساتر، شوف انت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. شوف هولندا ايش؟ اوه هذا حق دورتموند. اي والله طويل 194، والله طاقات خرافيه، والله حلو. هذا كويس، طيب شكله هذا عمره 20 19 بعد 19. في كازاميرو بتستفيد منه شوي، يعني تحديات، يعني عندك ثلاثة بس اللي تبغاهم، اللي هو فان دايك ومبابي وذا هولندا. اي مبابي يكون طماع، إذا جو كويس ما جو. طبعا هذا تشكيلته يا شباب، يعني يعني ترى والله ما حد ينباع. ما حد ينباع. هذا مسوي تحدي فييرا، طلع له في تحدي الايكون، يعني شفته انت في بداية المقطع انه ايش طلع لي انا، شوف ايش طلع له هو. يعني ما اصلا عادي هذا تحدي، هذا سواريز شو اسمه لاعب الشهر. اوكي كانت يطلع له باكج، انا ما اتكلم. مبابي يطلع له مع الحمر، هذول عاد تحديات اتوقع ولا اللي تحت السي بيات. بسم الله وعلى بركه الله، يا رب يا كريم يا رب. يا الله يا كريم، انا ما اتوقع بيطلع شيء. يمين ويسار، يمين دربغ انا يمين. بسم الله يا رب يا كريم. حلو ربت. حلوين حلوين. نص خلينا نشوف طاقات. والله سريع ترى، والله سريع. والله 91. يعني اوكي بس والله حلو 4-4. يعني بداية حلو. بسم الله يا ربي يا رحمن. شوف انا بالك مبابي صراحة. ما بالك من ذاك، بالك مبابي. شوف اللي يسوي في اللي عندي. حلو 86 بس انه في نفس الوقت ما انت مستخدمه. رانا اسف يعني. انا اسف والله، احسن من لا شيء والله. ما توقعت تطلعوا لي اصلا 86. طيب اخذ شو اسمه ديفجن رايفلز. رايفلز ما تنباع. اخر واحده ما تنباع. حلو كونفيرم. يلا شوف الحين كم في باكجات واجد. والله شكلي باخذ زيك انا. والله ما تنباع. انت جايب ال1 ولا وشو؟ اي 1. طيب بسم الله، هذا باك عادي صح؟ هذا 7000. اوكي وش ذا؟ بنفسجي ازرق؟ اتوقع انه وكات. لا ازرق بس انا وكات. 84
الليتش انت شو اسمه حقت لانتا ايه الليتش اتوقع 84 حلو حلو مش بطال ان شاء الله ينباع ما ينباع شفت ما ينباع هاك تحديات هاك تحديات والله ناسف يعني ساد شو نسوي هذا سكيب هذا حظ ترى هذا حظي روح بسم الله يا رب الرحمن الرحيم اوكي ان شاء الله يطلع شيء ايكون لا 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 مو بورد بعد والله اللون عندي كنا ايكون واضح من النت اما عشان هي شير بي اوكي ولا شيء فتنس فتنس اهم شيء او تفيد ترى اذا ما راح تشتريها ب 800 اذا بدل الشامبيون تنباع ب 1000 900 شوي هذا شاشات صح؟ بورد. لا افا والله ناس برضه. يعني انت عندك فوت كيف صح؟ اتوقع ايه ثلاثة الرير يلا بسم الله يا ربي هذا واضح انه مخيس بعد بعد انا اسف والله انا اسف اهم شيء برشلونة برشلونة اهم شيء برشلونة شيك ها عاد لو ما طلع شيء يقول خير الامور باقي ميجا ورير ميجا خير الامور ما في اوسطها اوسطها يمين اوكي بسم الله ترى كلهم اختفوا عن بعض تدري اما ايه يعني مين اقوى انت تحت اقوى ان شاء الله عاد وكاب اتوقع فالي كليم يتوقع لا رومانيولي 83 بعد ان شاء الله ان شاء الله باقي تحديات وين تبغى يمين او هذا رير ميجا وهذا اوكي الميجا عاديه خلينا نفتح الميجا العاديه عشان اخر باكيت يكون ختامهم مسك باذن الله ان شاء الله يعني يا رب حلو وكاوت وكاوت والله اني ما اعرف الوكاوت تغاني والله جا كنسل والله حلو يسوى 20 الظاهر اي الحين يسوى الحين عشان مع التحديات حقت خلينا نشوف كم يسوى ما ينباع جي جي اما ينباع بس هو طنده مثلث توقع يطلع لك الله ناس بيبي حتى مدربين عاد تحديات يا سالو يا سالو وش قال كنسل مو بوت كميز هذا كان ينباع بداية اللعبة والله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب يا الله يا كريم يا رب بورد هدية اوكي فاين سي بي توقع حمص بوتينج بوتينج 84 يا خذلتك في البكي والله ما قصرت لا ايش دعوة ترى هذا حظي كل اسبوع هذا حظك وهذا تشكيلتك الله تبارك الله اي والله ترى ما تجي شوف طلع لي مدافع صورة 80 اخذه لا اتوقع اخذ سولد الاربي يا حبيبي يا حبيبي الحظ حارس 82 واللي تحت 79 78 والله حظك افضل وبختار اللي ما تنباع زيك بشوف ايش طلع فانا راضي بما كتبه الله انا ابغى لاعب يستعمل خليك من ابغى يستعمل والله ابغى كوين يعني صراحه اللي ليت شكله الله اللي ليت نفسك بالضبط بس كويس انه 84 يعني يعني يطلع لنا كانتي ونستخدمه بدال فيرون السيء هذا اوف يطلع لك كانتي والله ترى مره حلو العادي كويس مره خل عادي اللي عادي اي شيء بس ابغى يطلع لي ان حظي سيء سيء هذا ثاني باكج يطلع لي دروسي حلو ابغى اشوف ورك اوت ابغى اشوف ليجند ابغى اشوف اسود اي شيء شكله مو بشاشات بعد الله شاشات سي بي سكرنر حق الانتر سكرنر 86 حلو حلو ورك اوت حلو حلو انا قلت ابغى ورك اوت بس انه ما يسوى ولا بس اهم شيء ورك اوت ما ينباع والله اما ما ينباع والله ما ينباع بسم الله الرحمن الرحيم الباكج اللي بعده ما ادري هذا ينباع ولا ما ينباع لكن اتوقع انه رق حلو روقاني الروقاني ما ادري اسمه ذا حق اليوفي بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله على شكل الشاشات سواريز سواريز حلو 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 يسعد مانيل حلو بس شكله ما ينباع اصبر شكله ما ينباع لا والله ينباع الحمد لله 40 تقريبا او 37 والله 43 42 حلو والله حلو اقسم بالله حلو لاني عاد حظي ما يطلع لي شيء ابد
احسن من حظي. ترى اول مره يطلع لي لاعب ينباع بذا السعر منصدم انا. يلا الحين الصدمه الكبيره يا رب. شفنا لو طلع ليجند ما عندي مشكله، ما عندي مشكله والله عندي مشكلة. ابغى ليجند تكون اوكي ارجنتيني استي ديبالا ولا هيغوين. اقلع شكلك يا شيخ. لا اتوقع ديبالا كام. هيغوين والله ديبالا ذا كام صح. الله من الفهاوة صدق. لا زيك هلا بالحظ السيء.